برونو وساكا بيصنعوا فرص ومحدش بيخلص، كلين شيت ارسنال والفرهامبتون في ذمه الله، دوهرتي بيتصاب وموسمه بينتهي تماما، بوين بلانك وهالاند الغلابه مستمر في تلبيس الناس، ريس جيمس وهيرفي بارنز الاثنين ما بيلعبوش. جوله كانت صعبه قوي على ناس كتيره، ولكن عندنا جوله دبل في ال 33 تقدر تعوض فيها كتير من اللي حصل الاسبوع اللي فات. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده واحطها في الجوله ضياء وفانتسي البريمير ليج الاسبوع 33. الجوله الجايه هي جوله دبل لسبع فرق، في ثلاث فرق هتبلانك، وهنتكلم في كل حاجه انت مستنيها في لعيبه الفريات، اللعيبه اللي انت ممكن تفكر فيها، تفكر ازاي في لعيبتك بشكل عام. زي ما تعودنا دايما في البدايه بتكون بفقره محظوظ ومنحوس. منحوس الجوله دي سجل جونين واتحسب له كمان 2 اسيست في الفانتسي، ولكنه رغم كده مازال منحوس. ليه منحوس؟ تيمو فيرنر حط 3 كور في العارضه في اول نص ساعه من ماتش ساوثهامبتون، رغم ان هو سجل بعد كده، ولكنه حط 3 كور، واحده في العارضه، واحده في القائم اليمين، واحده في القائم الشمال. على العكس تماما، محظوظ الجوله في رايي كان ويلفريد زاها. زاها جات له ضربه جزاء شاطها بشكل سيء جدا وصدها منه شمايكل حارس ليستر سيتي، اتعادت تاني، لعبها بشكل اسوا من الشكل الاولاني واتصدت منه تاني، بس رجعت له عشان يحولها في الشباك ويسجل جول. قول لي كده في رايك مين محظوظ الجوله اللي فاتت ومين المنحوس بالنسبه لك، مين اكتر لاعب جاب لك نقاط ومين اكتر لاعب لبسك في الحيط. اهم حاجه ويمكن هي نصيحه متكرره انا قلت لك قبل كده عن الجولات اللي بيكون فيها ماتشات في اوروبا، استنى على تغييراتك لحد ما يخلص ماتشات دوري الابطال والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر، مش بس عشان في اصابات المره دي، لا، عشان في حاجات تانية كمان هتترتب على الماتشات دي. يعني مثلا تشيلسي لو خرج من دوري ابطال اوروبا فبالتالي منطقي تبدا تبص على لعيبته لو مش الجوله 33 حتى، لانه هيلعب سنجل جيميك قدام ارسنال، ولكن بعد كده هتحط في حساباتك. فريق زي فريق ليستر سيتي لو خرج من دوري المؤتمر الاوروبي فخلاص مش هيبقى عنده اي حاجه يلعب عليها لنهايه الموسم غير الدوري، وبالتالي تبدا تفكر اكتر واكتر في لعيبته، اللعيبه اللي انت خايف انها يحصل لها روتيشن، ممكن يبقى الموضوع اقل بالذات في خط الدفاع اللي هو فيه عناصر روتيشن كتيره، وطبعا قدام ما بين ايهناتشو وما بين باتسون داكا. فاستنى لحد اخر وقت لحد ما تقدر تعرف الاجواء ماشيه ازاي، لان كمان الجوله 33 في فرق اللي هي تلعب في نص نهائي الكاس، ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، هيلعبوا في الكاس قبل ما يلعبوا في الدوري، فدي حاجه كمان تزود الريسك اصلا بتاع الاصابات والحاجات دي، فما تعملش اصلا تغيير بدري عشان ما تلاقيش نفسك لبست، لان اوريدي احنا داخلين الجوله وفي خطر ان في فرقه هتلعب ما بعد الديدلاين في بطوله غير الدوري ممكن يحصل فيها اصابات، فما تلعبش في ماتش الدوري اللي انت مستنيها فيه. طيب لو ليستر سيتي خرج من دور المؤتمر ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدك مثلا ان في لاعب زي كاستاني، انا الاول كنا بنتكلم من جولتين وثلاثه على ان اللاعب الوحيد اللي مضمون في ليستر سيتي في خط الدفاع هو شمايكل، لان هو الحارس دايما موجود يعمل سيفز يصد بيلين زي ما حصل الاسبوع اللي فات، لكن خروج ليستر سيتي من دوري المؤتمر الاوروبي هيفتح سكك ثانيه، هيفتح سكه لاعب مثلا زي تيموي كاستاني. كاستاني هو باك بيظهر دايما بشكل كويس سواء على اليمين او على الشمال، بيشوط كويس وفراته كويسه، تقدر تاخد منه اتاكينج ريتيرن وليه لا، والسنه اللي فاتت زي دلوقتي كمان تيموي كاستاني في ماتش كان طاير، خد له 3 4 ماتشات بيجيب سكورات كويسه جدا وناس استفادت منه بشكل كبير، فدي حاجه من الحاجات اللي هتخليها في بالك. مثلا حد زي هيرفي بارنز اللي قاعد على الدكه الاسبوع اللي فات مش هتلاقيه على الدكه بعد كده الا في حالات معينه. الصراع ما بين باتسون داكا وما بين ايناتشو مستمر زي ما هو، واحد لعب ماتش والتاني لعب الماتش اللي وراه، فدي قصه ثانيه اعتقد انها هتستمر حتى لو حصل وخرج ليستر سيتي من دوري المؤتمر الاوروبي. تشيلسي اهم عنصرين بيجيبوا نقط او الناس بتصلهم ريس جيمس وكاي هافرتس، طبعا روديجر هو الخيار المضمون زي ما اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات، ولكن الاثنين دول ما زالوا خطر الروتيشن عليهم موجود. شفنا ريس جيمس نزل قعد على الدكه وبعد كده نزل في اخر ربع او ثلث ساعه، هافرتس لعب شوط واحد وخرج، ودي لعيبه مؤثره جدا في تشيلسي، فدي لعيبه تعمل مشكله لو غابت وانت بتبقى محتاجها في فريقك، فدي حاجات لو تشيلسي خرج من دوري الابطال هيبقى عنده ماتش الكاس اللي جاي، وبعد كده في النهايه يبقى فاضل ماتشات الدوري لاخر الموسم، ومعاها بس ماتش نهائي الكاس لو حصل وعدى كريستال بالاس ووصل. احنا دلوقتي في نهايه الموسم، الجوله الجايه جوله 33، فاضل 6 جولات في الموسم، في حاجتين مهمين قوي تحطهم في بالك في الفتره دي. الحاجه الاولانيه ما تعانتش، يعني في لعيب فورمه كويسه ما تعانتش، لان ما فيش وقت للتعويض، لو انت خلاص بتبص على مركز معين او بتنافس في ليج معينه او اي شيء من الكلام ده ما تعانتش نتيجه على دماغك، هتلاقي نفسك بتعيط ما بعد كل جوله قاعد مستني ان اللاعب اللي انت وانا وصاحبك وجارك والشقه كلها والعماره والقهوه عارفين ان هو لعيب فورمه انت مش عايز تروح تجيبه،
مستني ان لعيب الفورمه ده ما يعملش حاجه فهيعمل حاجه، فهتلاقي نفسك بتتفاجئ وبعد كده بتعيط وبعد كده بترجع تلوم نفسك ان انت ما اشتريتوش. مفيش بقى وقت الفتره دي ان احنا نعوض كل الهري ده يا صاحبي. هات اللعيب اللي انت شايف ان هو فورمه ما تعاندهاش، كمل معاهم وفضل في الموسم كله على بعضه 6 جولات فما تعاندش عشان هي مش مستاهله. والحاجه الثانيه ان احنا برده في نهايه الموسم خد نفسك كده وبسط، لو شايف ان في حاجه ريسك طب انا خايف طب مش عارف ايه اعملها، جت المره دي ماشي ما جاتش خلاص احنا في نهايات الموسم. طبعا الكلام ده لا ينطبق على الناس اللي هي بتنافس على فرق 5 و10 نقط مع ميني ليج، اللي بينافس على اول 10,000 في العالم، الحاجات دي حاجه مختلفه. لكن لو انت مركزك بعيد او لو انت خلاص حسمت ليج لصالحك او بعدت عن ليج مع اصحابك اتبسط، يعني اعمل الحاجه اللي تبسطك، جرب ريسك. وحاجات كتير جدا جدا بتيجي في الفتره دي وبتمشي بشكل مش طبيعي. يعني مش هقول لك بقى على حاجات قديمه، السنه اللي فاتت بيبي في اخر جولتين مع ارسنال، اجويرو في اخر جوله لما نزل من على الدكه، اللي عمله ايناتشو في اخر كام جوله، كاستاني اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شويه، دي الامثله اللي جايه على بالي في اخر كام جوله السنه اللي فاتت. الجولات حتى دي الناس اللي راح جابت ماتي كاش في الجوله 28 29 بتاعت والد كارد عمل ايه، الناس اللي رانت على لعيبه زي ماني وزي زاها وزي فيجورست في الجوله 26. الحاجات دي اوقات هي بتبقى نشوه الفرحه بتاعت اللعيبه، بعيد عن ان انت تكون بتنافس على اول 5000 ولا اول 100 ولا تاخد من ليج من صحابك. الحاجات دي اللحظات دي لحظات نشوه لطيفه جدا والله في اللعبه دي. مش كل الدبل مغري، انا عارف ان هو اغراء كبير، لاعب عنده 180 دقيقه يلعب ممكن يجيب فيهم نقطتين عادي في 180 دقيقه كلهم، ممكن يجيب 3 ممكن ما يعملش حاجه، ممكن لعيب سنجل جيم ويك يجيب اعلى منه. ويعني لينا مليون مثال الموسم ده، والموسم ده كله كان دبلات ودبلات كتير منها كانت خوازيق، وفي جورست ودينيس اللي اتطرد وكينج وكالفرت لوين اللي ضيع ضربه جزاء. بص وقيم، بس مش كلهم يستاهلوا ان انت تروح تضيع عليهم نقطك او ان انت تقعد عشانهم لعيبه تقيله على الدكه. ارنولد، كانسيلو، صلاح، في امثله كتير قبل كده. اخطف وجري المره دي هتبقى عن لعيبه الفري هيت، اللعيبه اللي انت لو انت بتعمل فري هيت تفكر فيها. وبالتالي لو انت شخص عايز تعمل ترانسفيرز لعيبه دبل جيم ويك او للجوله اللي جايه فهم اللي انت هتبص لهم، مش هيختلفوا كتير. هناخدهم كده مركز مركز. في حراسه المرمى في رايي عندك 2، يا اما شمايكل ليستر سيتي، لو انت تغيير عادي فهو هيضمن لك حارس عنده 3 دبل في اخر 6 جولات، الدبل بتاعه في الجوله 36 و37 كويس جدا، مفيش روتيشن على شمايكل دايما موجود ويقدر يمكن يتجلى مره في ضربه الجزاء، وعمل كده اكتر من مره بعيدا عن الاسبوع اللي فات قصاد كريستال بالاس، لكن في مواسمه قبل كده بيصد ضربه الجزاء. والاسم الثاني هو مارتن دوبرافكا. دوبرافكا عنده دبل الماتشين هوم مع نيوكاسل، والجوله 34 هيلاعب نورويتش. ولكن الفرق ما بين دوبرافكا وبنش مايكل دوبرافكا ما بعد الجوله 34 لنهايه الموسم انت مش هتلعبه ولا اسبوع، لانه ماتش ضلمه بعد كده مفيش اي حاجه تخليك تلعب بيه بعد كده. شمايكل هتكمل بيه من الجوله 33 لاخر الموسم. طبعا لو فري هيت وانت بتفضلني ما بين الاثنين هقول لك تفضيلي، بس بعد ما نتكلم في خط الدفاع عشان ليه علاقه بالقصه. طيب ابص على مين في خط الدفاع. طبعا كده كده عندنا الخيارات البريميوم اللي هي كانسيلو، واحد من ارنولد او روبرتسون، دول كده كده ما ينفعش ما تفكرش فيهم. تحديدا كانسيلو انه بيلعب هوم قدام برايتون الجوله دي، فلو الدنيا مشيت بشكل طبيعي في دوري الابطال ثم في الكاس بعد كده هيكون موجود كانسيلو قصاد برايتون. الخيار الثاني في رايي هو واحد من شار او دامبرن او تارجت، لعيبه نيوكاسل. طيب هتقولي دول 3 انا عايز اختار منهم واحد، انا بالنسبه لي فابيان شار او تارجت عنده ميزه ان هو اكتر لاعب صنع فرص في اخر 6 جولات تقريبا من خط الدفاع. طبعا فابيان شار هو دايما بونص ماجنت، لو ما خدش الانذار اللي هو بيحب ياخده قوي ده بيبقى بونص ماجنت، بيزيد كويس قوي، بيقدر كمان يلعب فاولات في بعض الاوقات فممكن يكون اوبشن كويس جدا. فبالنسبه لي واحد من دفاع نيوكاسل موجود. لو انا عايز اغير في حاجه هو التغيير هيجي من هنا، لو انا مثلا جبت شمايكل يبقى ساعتها هجيب تارجت او فابيان شار او دامبرن، كلها حسب فلوس، هما في النهايه 3 يعني اغلى واحد فيهم ب4 و7، بس في ناس حسب الميزانيات بتاعتها. طب لو انا جبت دوبرافكا يبقى ساعتها استنى ليستر، لو ليستر خرج من دوري المؤتمر ساعتها تقدر تروح تجيب تيموي كاستاني في خط الدفاع وتلعب بدوبرافكا كحارس مرمى. لكن لو ليستر مكمل في دوري المؤتمر، وانا عارف ان ما بعد كده في دوري المؤتمر لسه قدامه شويه، ولكن روجرز في اكتر من مره اتكلم عن هس الاصابات واللعيبه اللي بترجع من اصابات طويله واللعيبه اللي بتتعرض لاصابات خلال الموسم، وده هو عانى منه بشكل كبير قوي الموسم ده، فوارد تلاقي في اي وقت كده ايه في راحه. وكمان لو انت بتبني مش بس فريت للجولات اللي بعد كده، فقدام في الجوله 36 و37 هيكونوا قريبين من لعبهم في نص نهائي ثم نهائي دوري المؤتمر لو وصلوا، يعني لو خرجوا خلاص الدنيا هتبقى ابسط بكتير. مع كده ممكن تبص على حد زي اليكس تيليس، غريب جدا وجود اي حد من دفاع مانشستر يونايتد في رايي، ويعني هتبقى حاجه بعيده شويه عن الصندوق، ولكن هو بيلعب نوروتش الماتش الاولاني في ملعبه، بيلعب فاولات وبيلعب جزء من الركنيات. طبعا ماتش تاني ليفربول هيكون ماتش صعب جدا، ولكن هو ممكن كريسك انا شخصيا ما افضلوش قوي، ولكنه لاعب تقدر تحطه تحت اختياراتك او تحت الحاجه اللي انت بتفكر فيها. طبعا وارد جدا تبص على مدافع زي بن وايت، واحد من المدافعين بتوع ارسنال، عنده ساوثامبتون وتشيلسي، ممكن يطلع واحد كلين شيت من الماتشين
يبقى انت استفدت بيه ويكمل معاك برضو لقدام. خيارات كتيره وهنتكلم في خيارات كتيره وبعد كده يعني هنصغر القايمه كده لابرز 11 انا شايفهم في الدريم تيم باذن الله. في خط الوسط عندك اربع اسماء قويه قوي بصراحه، عندك سون، صلاح، دي بروينا وبرونو. طبعا انت مستحيل تجيب الاربعه لان انت هتختار منهم اثنين ومعهم كين قدام. برونو هو الوحيد اللي ضابل فيهم، صلاح بيلعب يونايتد هوم، دي بروين بيلعب برايتون هوم، وسون بيلعب برايتون هوم برضه. فانت عندك من الخيارات دي كلها هتختار منهم اثنين مع كين في رايي موجود في خط الهجوم. انا شخصيا ميال لبرونو مع واحد من سون او دي بروين. سون في فورمه مرعبه ودي بروين في فورمه مرعبه. صلاح الماتش اللي فات بتاع سيتي بدا يقول يديك ان هو هتشوف منه المرعب بتاعه قريب. لو هتسالني عن تفضيلاتي ما بين الاربعه دول في الجوله اللي جايه، برونو وسون مع كين قدام. عايز تختلف يبقى بلاش سون وتحط دي بروين عشان انت توزع، يعني توزع النقط اللي انت عايزها من كذا اتجاه. بعيد عن الناس البريميوم العاليه قوي دي، عندك طبعا بوكايو ساكا. ارسنال لعب ماتش كويس جدا في رايي قصاد برايتون، مش من ناحيه الكرويه من ناحيه الفانتسي، هيقدر يطلع باسيست او اتنين على الاقل خلال الماتش ده. الداون جريد بتاعه اوديجارد او مارتينيلي اديك شايف، شويه هتلاقيه موجود وشويه بتلاقيه لا. اوديجارد طبعا مكانه في الملعب مضمون، ولكن هيبقى بيتقدم ولا لا. الناحيه الثانيه بتاعه مارتينيلي، مارتينيلي بيبقى موجود اساسي ساعات، يخرج بدري، هو ده دايما الريسك اللي موجود. لكن في رايي ان ساكا موجود كمان عشان تتقي شر الاونرشيب والرانكينج بتاعك لو انت مهتم بيه وعايز تريسك بواحد تاني معاه ممكن، بس انا ما احبهاش قوي. وطبعا معاهم الثنائي ماديسون وهيفي بورنز. ماديسون في فورمه كويسه دلوقتي، مع ان انا شخصيا في العادي بقول لك ان انا بفضل بورنز، ولكن ماديسون في فورمه اعلى دلوقتي. ماديسون اوبشن كويس جدا ممكن تفكر فيه، ممكن تفكر في الاثنين مع بعض عادي جدا على اعتبار ان هم دبلاتهم بعد كده كمان اسهل. زياده الريسك او البوش عليهم في الريسك ده يعتمد على هم يحصلون ايه في دوري المؤتمر. وفي الهجوم الاسم الاول وطبعا هو هاري كين. معاك بقى ثلاث اختيارات التاني. رونالدو لو انت مش عايز تجيب برونو او لو انت واثق في رونالدو انه يقدر يعمل حاجه في الماتشات دي، وعندك اثنين يا اما كريس وود يا اما انا سام ماكسيمان من نيوكاسل، وانا بالنسبه لي افضل كريس وود لانه كمان معاه اوبشن ضربات الجزاء. دريم تيم الجوله 33، انا هلعب على المضمون لان احنا بنصور بدري قبل ما نشوف ماتشات دوري الابطال والدوري الاوروبي والمؤتمر، فهلعب على المضمون. مش هقول لك بقى استنى ليستر يحصل له ايه او الفرقه الفلانيه يحصل لها، انا هلعب على المضمون من دلوقتي. فحراسة المرمى كاسبر شمايكل هيبقى عنده دبل جيم ويك موجود، وبعد كده دبلات تانية جاية كتيرة، هو الاختيار الأول في حراسة المرمى. في خط الدفاع الخيار الأول هو مات تارجت من نيوكاسل، قررت أفضله المرة دي على حساب منافسينه في نيوكاسل، لأن هو الفرق اللي هو هيلعبها هيبقى عندها مشكلة أوقات في الأطراف، وارد يلعب عرضيات ونشوف كريس وود بيسجل منها. فمع كل حبي لفابيان شار اللي أنا حاطه خيار أول في دفاع نيوكاسل، أنا الجولة دي بختار مات تارجت. والتاني معاه هو جواو كانسيلو من مانشستر سيتي هيلاعب برايتون. الخيار التالت كان محير الصراحه، بين وايت جه في بالي ساعات تلس ساعات اقل، ولكن في النهايه قررت استقر على واحد تالت خالص هو ترينت الكسندر ارنولد. اصاب مانشستر يونايتد مع المشاكل الموجوده كتيره في مانشستر يونايتد، وارد نشوفه بيصنع جون على الاقل. في نص الملعب هنلعب بخمس لعيبه. الاول هو سون هيونج مين بيلاعب في ارضه برايتون، هم في فورمه مرعبه جدا وعندهم منافسه على دوري ابطال اوروبا، فالوضع مستمر بشكل كويس في توتنهام، وان شاء الله يكون سون واحد من اللعيبه اللي هتسجل الجوله اللي جايه. اللاعب الثاني هو برونو فرنانديز قصاد نورويتش هوم ثم ليفربول، مباراه ممكن نشوف مانشستر يعني بينتفض من اجل الصراع التاريخي مع ليفربول، وان كان دي نسبتها في رايي قليله، وهيظل الاختيار الاول دايما عند مباراه نورويتش اللي يقدروا يسجلوا فيها نقط. الاختيار الثالث هو بوكايو ساكا من ارسنال، عنده دبل قصاد ساوثامبتون وتشيلسي، والسقوط في واحد من الماتشين دول قاضي يعني ان هم ما يكونوش موجودين في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه، وكل اللي كان بيحصل اول الموسم هتبقى نتيجته ما حصلتش، فبالتالي الفريق كله هينزل بيحاول يأدي افضل ما عنده في الماتشين دول. وهحط معاهم ثنائي ليستر سيتي، ماديسون وهيرفي بارنز، الاثنين عندهم دبل، فانا قررت اثق في الاثنين دول، ونتمنى يكون نتائج دوري المؤتمر في صالحنا ونشوف الاثنين بيلعبوا في الدبلين، فانا اختار جيمس ماديسون مع هيرفي بارنز من ليستر سيتي. وفي الهجوم الثنائي الاول هاري كين، افضل صانع العاب في الدوري الفتره دي، الراجل قرر ان هو يسيب قصه الهجوم دي ويسقط ويلعب سرهات ويشوف سوم بطرف عينه فيلعب له الكوره وحاجات غريبه كده. فبالنسبه لي كين هو الخيار الاول في خط الهجوم، والثاني هو كريس وود لاعب نيوكاسل الانفورم وعنده ماتشين هوم في ملعبه دبل جيم ويك، لكن هو الخيار الاخير بتاعنا في خط الهجوم.
طيب الكابتنه دايما شيء محير ودايما بتفرق في جولتك، والجوله الجايه جوله يعني تريكي شويه. قصه الكابتنه دي عندك دي بروين بيلعب ماتش هوم قصاد برايتون، كين وسون بيلعبوا ماتش هوم قصاد برايتون برضو، ماديسون عنده دبل، صلاح بيلعب يونايتد، وبرونو ورونالدو عندهم دبل، واحد نورويتش والتاني ليفربول، ساكا نفسه عنده دبل. فالاوبشنز حاسس انها كتيره، بس انت مش عارف مفيش حد فيهم انت مالك الموضوع. لو رحت للسنجل طب ما هو في حد عنده دبل، اروح للدبل طب ما انا مش واثق قوي. انا بالنسبه لي هقول لك ثلاث خيارات، واحد اللي هو الخيار المختلف شويه بالترتيب. بالنسبه لي جيمس ماديسون هو الخيار الاولاني للاعب كريستال بالاس وايفرتون، هو الخيار الاول بالنسبه لي. والخيار الثاني هو كين او سون في ملعبهم قصاد برايتون. الخيار الثالث هو صلاح قصاد مانشستر يونايتد، بدا يجيب فورمته ثاني فبدا بالعجله تدور. مانشستر يونايتد عنده مشاكل، ماتش مهم جدا في صراع الدوري بعد التعادل مع السيتي، فصلاح ممكن يكون الاوبشن ده. والاوبشن المختلف شويه او البعيد عن الناس بالنسبه لي هيكون برونو فرنانديز، وبيلعب نورويتش هوم ثم ليفربول. وبس كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. متنساش تعمل لنا لايك على فيسبوك ولايك على يوتيوب، سبسكرايب لو انت مش مشترك معنا في القناة، وريتويت على تويتر، وقول لنا دايما رأيك في الحلقات ودايما اللي انت عايز تشوفه فيها في الجولات اللي جاية. ونتقابل قريب بإذن الله. سلام.